بسم الله الرحمن الرحيم. هل لنا أن نتخيل الحياة بلا ألوان؟ الألوان تضفي روعة وزهوة لليابسة التي نعيش عليها. ترى هل البحار أيضاً ملونة؟ أو أنها كما نراها زرقاء من الأعلى وربما قاتمة السواد في الأسفل؟ في الواقع البحار تزهر بألوان زاهية تجذب الأنظار إليها، وأهم ما يضفي لحلتها بهرجة وجاذبية هي الشعب المرجانية التي لا تنفك تبهر العيون وتجذب محبي الغوص للنظر إليها والتمعن في جمالها. ترى ما هي الشعب المرجانية؟ وكيف تتكون؟ وما هي الأخطار التي تحيط بها؟ الحيوانات البحرية وشبح الانقراض. على الرغم من تعدد الحيوانات البحرية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، إلا أن الكثير منها تضاءلت أعدادها بشكل كبير ودخلت ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الصيد الصناعي واختلال الأمن البيئي. فبحسب الإحصائيات المتخصصة يوجد حوالي 620 نوعاً من الحيوانات البحرية ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض. الشعاب المرجانية. المرجان حيوان لا فقري صغير يبدأ حياته كيرقة صغيرة جداً تسبح في مياه البحر حتى تستقر في النهاية على سطح صلب مناسب، وتختار عادةً قاع بحر دافئ غير عميق تتخلله أشعة الشمس بشكل كبير. تكبر اليرقة وتتحول إلى ما يعرف بالبوليب، ويتكاثر البوليب عن طريق الانقسام النصفي، إذ ينقسم كل بوليب إلى بوليبين، ويفرز البوليب حول نفسه مادة كربونات الكالسيوم ليكون لنفسه هيكلاً خارجياً صلباً خاصاً به. ثم تتجمع الهياكل الخارجية للبوليبات لتكوين الأساس لما يعرف بالحياد المرجانية. وفي النهاية تموت البوليبات القديمة ولكن تبقى هياكلها الخارجية، وتستمر البوليبات الجديدة بالانقسام، وتزداد المستعمرة حجماً وتكبر أفقياً وطولياً. مجموعة مبهرة من الألوان والأشكال. توجد الشعاب المرجانية في كافة محيطات العالم، من جزر الوشيان قبالة سواحل ألاسكا حتى المياه الاستوائية الدافئة للبحر الكاريبي. لكن أكبر الشعاب المرجانية اكتشفت في المياه الضحلة بالمناطق المدارية وشبه الاستوائية. أكبر هذه الشعاب هو الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، ويبلغ طوله أكثر من 2400 كيلومتر. يحتوي المرجان على مجموعة مبهرة من الأشكال والألوان، كالشعب المرجانية المسماة بطيات الدماغ لأنها تشبه الطيات الدماغية عند الإنسان، وكالسياط البحرية الطويلة والأنيقة، ومراوح البحر التي تبدو كالنباتات والأشجار بألوانها الزاهية والمركبة. سر حاجة المرجان للشمس. حاجة المرجان للتواجد في المياه الضحلة المشمسة يعود إلى حقيقة وجود طحالب ميكروسكوبية تعيش معها في أنسجتها. فهذه الطحالب تحتاج إلى أشعة الشمس للقيام بعملية البناء الضوئي لبناء غذائها. توفر هذه الشعاب المرجانية الطعام والحماية لكثير من الحيوانات البحرية مثل القشريات والرخويات والديدان، بالإضافة إلى 4000 فصيلة من الأسماك.
ويقدر التنوع البيولوجي الإجمالي للشعاب بما لا يقل عن 450 ألف فصيلة. لذلك تعتبر البيئة الأغنى في الحياة البحرية من بين جميع البيئات الأخرى. الشعاب المرجانية والحياة في المياه العذبة في خطر. تعاني الشعاب المرجانية من النهب بواسطة الصيد باستخدام الديناميت والزرنيخ تحديداً، فضلاً عن الأمراض الفتاكة بسبب النفايات الملوثة، إذ لا يتحمل المرجان سوى المياه الصافية. كما تعاني من ارتفاع درجات حرارة المحيطات، وأكثر المخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية هي عمليات التبييض، وهي عمليات تحدث بسبب المواد السامة التي يلقيها البشر في المياه، والتي تؤدي إلى طرد أو موت الطحالب التكافلية التي تعيش مع المرجان، والتي تطفي عليها ألوانها، حيث تعاني الحياة المائية من سلوكيات البشر، إذ يلقي فيها الكثير من النفايات، ولا سيما السامة منها، كما تجرف إليها سيول الأمطار، مخلفات الزراعة الحديثة من المبيدات والأسمدة المحدودة الذوبان في المياه. وإذا لم يتوقف طمع بني البشر، فإن الحياة المائية الجميلة ستفقد زهوتها وألوانها الرائعة، فلنحافظ عليها جميلة بحلتها الملونة.